تحت هذه الأنقاض سقط ضحايا كثر، ومن بقي منهم على قيد الحياة يتفرد اليوم بوجعه وحيدا بحثا عنهم. استمعنا لتفاصيل معاناتهم التي كانت نتاج جريمة مروعة ارتكبها بحقهم طيران التحالف العربي. يعيشون معاناتهم بصمت، ويدارون مأساتهم التي تفضحها تفاصيل المكان، وذلك أمر حتمي لمن فقد 13 شهيدا من أفراد أسرته دفعة واحدة، ثم يجد نفسه محاطا بكم من الخذلان وبواقع أقرب إلى الخيال. لكنها الحقيقة الواضحة التي لا تحتمل النكران. منذ اندلاع الحرب تنوعت الانتهاكات بحق المدنيين في مختلف أحياء مديرية صالة الواقعة شرقي مدينة تعز. دمرت المنازل وسقط فيها العشرات ضحايا لإجرام ميليشيا الحوثي وتهاون طيران التحالف العربي. في 20 من أغسطس من العام 2015 تعرض منزل محمد قائد وهو أحد أبناء منطقة صالة لقصف صاروخي أدى إلى تدمير المنزل واستشهاد وإصابة أكثر من 15 من أفراد أسرته دفعة واحدة. ايوه حلم العمر ان انا مش اسافر احوقها، سافرت انا اقول لك يعني ان انا شاحق يعني على طول يعني. الولد حقي كان معي ابن هناك، انا اعمل لي زياره انا والمراه وقدمنا قدمنا، كان شهر ونص هناك يمكن. كان باقي معنا اسبوعين الحج انا اقول. فقال المفاجاه هذا انه ضربوا بيتك قوة التحالف كذا 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 كذا، وماتوا علي 13 شهيد، والبيت حقك رايحان، كل حاجه راح. كل احنا مواطنين هناك، كل احنا مواطنين، لا حويته عندنا ولا مقاومه ولا حاجه، كل حاجه بعيد يعني. وقال الحديث انا ما عمل ضربوا الصواريخ، انا مش موجود، انا والمراه نكون بالسعوديه بحق. فالضربه جاءت الساعه 8:30 تقريبا او 9 كذا تقريبا وانا بالسعوديه يعني. فاتصلوا لنا هناك انه استوى كذا 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 كذا، ضربوا بيتك قوة التحالف صواريخ ومدري ايش ومدري ايش يعني. فاجعه طبعا، فاجعه يعني 13 شهيد تمام، مالي راح كله يعني، بيوتي راح عن 4 شقق يعني راهن عليا. وخلاص ما حقناش، رجعنا روحنا يعني على طول يعني. محمد عبد الله نجا من الغارة الخاطئة رفقة أبنائه فهد ومنال، ويعيش اليوم بين أطلال منزله مأساة حقيقية عادته إلى نقطة بدايته الأولى. في المنطقة الحدودية بين منطقة حسنات ومنطقة ثعبات هناك، وصل إلى المنطقة مجموعة من ما يعتقد أنه من الصليب الأحمر إلى جوار قصر صالة، وقاموا بتحذير المواطنين وأصحاب البقالات هناك، وقالوا لهم
يجب عليكم أن تخلوا المنطقة وأنه القصر سوف يتم استهدافه ومدري إيش من هذا الكلام. تفاجأنا في يوم القصف، وكما قلت سابقا أنه كان الدنيا طبيعي يعني هدوء، الساعة 8 مساء الدنيا هدوء، فتفاجأنا بضرب الطيران بصواريخ حتى أن وصلت ارتجاج الصواريخ وصوتها إلى مسافات بعيدة حسب ما تصل إلى المعلومات وحسب ما رأوا الناس، يعني قنابل غير طبيعية، وقالوا البعض أنها قنابل ارتجاجية. قوة ضرب القنابل يعني اهتز المنزل حتى أنا كنت أشوف البيت بيسقط بيفلت، وكانت تسمع تشوف صوت العوائل من البيوت، يعني كأن أهوال يوم القيامة. النار كانت تضرب القنبلة، والله أنك كنت تشوف كأنه شمس طلعت ضوء، وتساقط الأحجار والبقايا البيوت، وما كناش نفكر أنه بيضرب بيوت مواطنين، يعني حسب الكلام اللي وصل عندنا والتحذيرات أنه الطيران بيضرب تجمعات الحوثيين وقصر صالة، الذي كان يعتبر قصر صالة كان يعتبر مؤخرة للحوثيين ومكان تجمع وداخله مخازن سلاح حسب ما كان الخبر يعني يوصل. فتفاجأنا فيما بعد، خرجنا بعد 6 ضربات من طيران التحالف، 6 ضربات خرجنا نشوف نتفقد الجيران، ندقدق على الجيران، حصل عندكم شيء؟ حصل شيء؟ يعني تفقدهم، كيف صحتك؟ كيف أمورك؟ فتفاجأنا فيما بعد أنه توصل الأخبار الطيران ضرب بيت محمد قائد. كيف ضرب الطيران بيت محمد قائد؟ ما فيش عند محمد قائد أي حاجة، لا يوجد عند محمد قائد لا حوثيين ولا سلاح ولا في أي نقطة استهداف أو نقول أنه هدف محقق لبيت محمد قائد لطيران التحالف كي يستهدفه. ضربوا البيت يوم الخميس الساعة 8:30 بالليل، يعني تمام، لا في حويته جنبنا ولا في مقاومة ولا في أي حاجة. راح ضربوا البيت حقينا هناك، يعني 82 نفر اللي مات هذاك اليوم بالضبط، 82 نفر من ضمنهم العيال حقين، تمام، والحويته بعيد والمقاومة بعيد، والضربة جاء ولا بذنبنا ولا مواطنين عاديين جدا، ولا في أي لا معسكرات ولا في مقاومة ولا في حويته ولا في بعيد، يعني عن كل واحد بعيد عن الثاني، هنا يعني مسافة من نص كيلو من كيلو من. أنا بنك بعد أنا جاهل، يعني حوالي 15 سنة، يعني 20 سنة 18، أنا بديك أبني يعني هنكون اشتغلنا بالمقاولة يعني ذي، وبعدين يعني بنيت أنا غرفتين على ثلاث على كذا، دور بعد دور بعد دور بعد دور 4 شقق، يعني خلاص طاح هذا بلحظة. فجأة إنه أصبح كون وأنا أصبح الله وأنا جاهل، بزبط ثاني مرة وبابني ثاني مرة وبأعود على حتى قيد ثاني مرة. أنا عمري الآن فوق 60-70، أنا الآن ما بستطيع أعمل ولا أي حاجة. ما درينا إلا الضربة نخرج، يعني ما قدرناش نخرج بعد الضربة الأولى، ما سمعنا إلا حنوط الطائرة، يعني ضربات كثيرة، ضربات يعني يمكن 4 ضربات، يعني الناس ارتبكوا، يعني كأن قامت القيامة عندنا، يعني لأنه صواريخ كبار، يعني كأن قامت القيامة، الناس ما عادوا فينهم إنه بأرض النبسمة. انتهاكات طيران التحالف العربي أكثر وجعاً على المدنيين، تصنفها القوانين الدولية والإنسانية بأنها جرائم حرب وإبادة، لكن ذلك لم يمنع استمرار الغارات الخاطئة على المدنيين، والتي خلفت جرائم مروعة في مختلف أحياء المدينة.
فكنتنا طبعا من اول الواصلين، كنتنا اول من وصل الى بيت محمد قائد، وكان منظر حسبنا الله ونعم الوكيل بس، يعني بيت دورين، الدور الواحد شقتين. فلما وصلت انا حصلت البيت كله مهدم على الارض ركام، ومن كثر الدخان يعني وغبار البارود ما قدرت حتى ان انا ادخل البيت، يعني استطعت ان انا اتسلق كذا من بين الحطام واطلع، وكنت اسمع تشهيد وتكبير لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله من شخص كان يعني يردد لا اله الا الله. فمشيت مسافة بسيطة حوالي 5 متر فوق الركام، وتفاجأت ان انا حصلت فهد محمد قائد الذي هو لا زال الى الان على قيد الحياة. حصلته فهد محمد قائد امامي، وكان مدفون الى هنا رقبة، وجهه بالكامل دماء، وكان يصيح لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. وخرجنا 13 جثة واربعة احياء. فتفاجأنا ان احنا نبحث عن الياس وابوه احمد سعيد العماد، نبحث عنهم ما حصلنا مش بين الجثث، مش موجودين. فوجدناهم مرمين باسفل عقبة صالة، يعني قدم منتهين، حتى ان احنا موقف شنيع جدا، لقطناهم قطع لحم، وكانت الضربة النفسية او نقول الحادثة القوية النفسية لأم الياس التي لا زالت تعاني منها الى هذه اللحظة، حتى انها نلاحظها في بعض الاحيان تحب الانفراد والوحدة، يعني الاختلاط مع الناس، الاختلاط مع النساء من بعد الحادثة مش موجودة، يعني حالة نفسية صعبة جدا جدا جدا. جلست بعد أسبوعين بالعناية المركزة أو 3 شهور 3 أسابيع، وبعدين كنت أسأل عن أخواني، كنت أسأل على ابني، كنت أسأل على أختي الكبير ابتسام، كانوا يقولوا لي مش موجود، مخبات وصعبات، يعني تقول مش معقول ما بيسألوش علي ولا حد أصلا. جلست فترة طويلة بالعناية وبالمستشفى، كنت أسأل عليهم ما حد قال لي أي حاجة، كان جميل أخي يقول لي مخبين بصعبات، كنت أقول له ابتسام مش تجلسش كذا، طيب زوجي ما بيقول ليش أي حاجة، لازم يتصل، لازم إلياس طيب متعلق فيني ابني، تقول له بيسأل بيتكلم، ما فيش أحد، تقول لهم أمانة وينهم هم، ما نش مصدق أصلا، ما رضيش يقولوا لي إلا بعد ما تبخيرت، بعد ما قالوا لي يمكن بفترة قرح فيني العصب السابع على طول، وجابوا لي ممرضة يقولوا لي إن كل أسرتي راحت مع ابني وزوجي. طلعت البيت شفت كل حاجة دمار، كل حاجة مش موجود، يعني كل حاجة راح، كل حاجة رجع زي ما كان بالصفر، يعني لا عاد في بيت ولا عاد في حد، الدنيا غير الدنيا، يعني حاجة لا توصف. كيف انا بعد الحادثه هذا العين ولا معي حاجه، اشتري كل غنم كذا، ادي لي واحد غنم واروح ارعي الجبل، رغم ان عشبي اسبيع علي غنم واروح اكل واشرب، ولا واحد من المقاومه هذا ولا من اي واحد يساعدنا 100,000 ولا 300,000 يعمل لك غرفه ولا غرفه غرفتين ولا حمام ولا مطبخ ولا ابدا، والله ولا هم ضاربين لنا حساب.
بالتأكيد أنه موضوع الهجمات القوية اللي أحدثتها طيران التحالف العربي ضد كثير من الأسر اليمنية والسكان المدنيين وكذا البنى التحتية تحكمها قواعد القانون الدولي، وبالطبع أنه عدد من قواعد القانون الدولي تجرم مثل هذه الانتهاكات أو هذه الحوادث، لأنها أولاً تستهدف المدنيين خصوصاً إذا ما كانت هذه الضربات متعمدة. الشيء الآخر أنه نظام العدالة الجنائية لابد أن يقدم الفاعلين أو يتم التحقيق في هذه القضايا حتى ينال الفاعلين جزاءهم. بالطبع أنه إذا ما ليس هنالك عدالة جنائية أو عدالة للضحايا في المدى القريب، فبالطبع أن التعويض هو واحد من السبل الذي يمكن بها جبر ضرر هؤلاء الضحايا. وبالطبع أن قضية هذه الأسرة التي حدثت في 2015 ولم يتم التركيز عليها من قبل وسائل الإعلام ولا المنظمات والمهتمين هي واحدة من الجرائم البشعة التي ارتكبها طيران التحالف العربي ضد هذه الأسرة، هذه الأسرة التي كانت تسكن في منطقة شرقي مدينة تعز، وبالطبع أنها كانت قريبة من مناطق التماس بين القوات ما يعرف حينها بقوات المقاومة الشعبية وقوات جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح. هذا ابتلاء من الله، وما نقدرش نقول غير الحمد لله، لا جارنا ولا جارنا ولا حاجة، هذا شيء من الله، لأنه لو ربي مش رايد لنا حاجة ما بيعملش، بس هذا شيء من عند الله. والأخير نقول الحمد لله، الحمد لله على كل حاجة، الحمد لله على الصحة، الحمد لله، الحمد لله إني عدني معي إيد ومعي رجل مشي فيهم، يعني الحمد لله عدني أحمده على حاجات كثيرة. عادني أقدر أتكلم معك، عادني أقدر أشوفك، عادني أقدر حاجات كثيرة أتحرك يعني على الأقل، هذا شيء الحمد لله أحمد على كل شيء صدق، على قدر ما أشوف حاجات كثيرة بس أرجع أقول الحمد لله على كل شيء. بلغ عدد المنازل المتضررة جراء القصف على المنطقة أكثر من 12 منزلا تعرضوا للدمار بشكل كلي، وبحسب إعلام مديرية صالة فإن الغارات الخاطئة من قبل طيران التحالف خلفت أكثر من 80 شهيدا من المدنيين في مديرية صالة فقط منذ اندلاع الحرب في المدينة. أمر أنه فريق الحوادث يحقق في هذه المأساة، هذا أولا حتى يجبر هؤلاء الضحايا، خصوصا أنهم أصبح هؤلاء الضحايا بلا وطن، وأصبح عائلة الأسرة بلا أسرة، وبالتأكيد أن كل أسرته ذهبت تحت الأرض. الشيء الآخر نظام العدالة الانتقالية التي يأمله أو يأمله الكثيرون لما بعد المصالحة أو إحلال السلام أو الحوار، بالتأكيد لابد أن يشمل هذه الجرائم، ونظام العدالة الانتقالية بالطبع هو لابد أن يحاسب الجناة فيما ارتكبوه، ثم أنه لابد أن يعوض الضحايا أو أن يجبر ضررهم. في زمن الحرب المدنيون هم محور الانتهاكات الكبرى من قبل أطراف النزاع، يقابل ذلك صمت وتخاذل رسمي ودولي ليصبح اليوم بعد 6 أعوام ضحايا مهملون.